أرحب بضيفي من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان، وأيضا معي من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ياسين البكري. أبدأ مع ضيفي من طهران الدكتور محمد صدقيان. دكتور محمد، يعني هل اكتفت إيران يعني بهذا الرد على مقتل قائد بارز مثل قاسم سليماني، أم يعني والذي يعتبر أصلا هو خسارة كبيرة لإيران، أم أنها لا زالت تريد الثأر له أكثر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد بأن هناك محددات للسياسة الإيرانية وهناك ثوابت أيضا للسياسة الإيرانية، وتحديدا فيما يتعلق بهذه الأزمة مع الولايات المتحدة، وخصوصا بعد اغتيال قاسم سليماني. الإيرانيون منذ البداية لا يريدون أن يدخلوا حرب مع الولايات المتحدة، حتى أن قاسم سليماني لعب دورا كبيرا في عدم التعرض للسفارة الأمريكية، وكان له دور كبير في إخلاء الشارع المقابل للسفارة الأمريكية في بغداد. وحتى المعلومات العراقية الرسمية تتحدث من أن قاسم سليماني الذي ذهب إلى بغداد في يوم الجمعة الماضي هو كان لديه موعد مع رئيس الوزراء العراقي، مع القائد العام للقوات المسلحة في العراق عادل عبد المهدي، في 8:30 صباحا. والمعلومات تتحدث بأنه أراد أن يعني يبحث مع عادل عبد المهدي كيف يمكن خفض التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة قاسم سليماني الذي أراد أن يعمل لخفض التوتر بعد قيام الطائرات الأمريكية بمهاجمة قاعدة من قواعد الحج الشعبي في مدينة القائم العراقية. إلا أن الأمريكان يبدو بأنهم تخطوا أو أرادوا هكذا تخطي الخطوط الحمر، وحصل ما حصل. الآن عندما اغتيل قاسم سليماني كانت هناك ضرورة من قبل إيران للرد. اليوم فجرا عندما ردت إيران وقصفت أهم قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق ومن داخل الأراضي الإيرانية، هذه لديها مؤشرات ودلالات واضحة جدا. وبالتالي بعد الضربة مباشرة كانت هناك رسالة من قبل محمد جواد ظريف وزير الخارجية إلى نظيره مايك بومبيو، وفي الرسالة ذكر بها بشكل واضح بأن إيران يجب أن ترد، وردت على هذه في خطوة أولى، وأوصى بعدم الرد على الضربة الإيرانية، ولأنه قال بأن هناك قرار عند القيادة الإيرانية بضرب أي قاعدة تنطلق منها طائرة أو صاروخ، سواء كانت القاعدة بحرية أو برية أو جوية، لضرب قواعد أو أهداف في داخل العمق الإيراني. وقال بأنه إذا ضربت يعني أهداف في داخل إيران فإن إيران سوف ترد وتقصف تلك القاعدة أينما كانت، بمعنى تصعيد من نوع خطير جدا. وإيران في ذات الوقت لا تريد التصعيد، لكن في ذات الوقت أيضا لا تريد أن تستهدف وتستهدف مصالحها في المنطقة. وأنا أعتقد بأن مرحلة ما بعد قاسم سليماني تختلف عن مرحلة ما قبل قاسم سليماني. المرحلة الجديدة فيها قواعد للعبة، فيها قواعد للاشتباك، وأنا أعتقد بأن حتى المفاوضات فيما إذا حدثت بين إيران وبين الولايات المتحدة سوف لن تكون على قواعد سابقة، قواعد ما قبل قاسم سليماني، سوف تكون على قواعد جديدة. هذه القواعد الجديدة تأخذ بنظر الاعتبار قضيتين مهمتين، لأن الرئيس الأمريكي عندما انسحب من الاتفاق النووي قال بأن الاتفاق النووي اتفاق سيء، وعندما كان يقول اتفاق سيء هو كان يقول بأن لأن الاتفاق لم يتطرق إلى ملفين مهمين، الملف الأول المنظومة الصاروخية، والملف الثاني ما يسمى بالنفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط. أنا أعتقد بأن إذا كان لدى إيران ونفترض ذلك جدلا، وفرض المحال ليس بمحال، إذا كان لدى إيران رغبة في مناقشة هذين الملفين، أنا أعتقد في مرحلة ما بعد قاسم سليماني هي لا. لكن هي دكتور محمد، يعني نعود إلى الرد الإيراني، هل الرد الإيراني أرضى الشارع الإيراني؟ وهي لن تناقش هذين الملفين بأي شكل من الأشكال. نعم،
حقيقة الأمر أقول لك بصراحة لن يرضي الشارع الإيراني. الإيرانيون يقولون بأن قاسم سليماني يجب أن تكون الضربة أشد مما حدثت على القاعدتين عين الأسد وقاعدة أربيل الأمريكية، وهم يطالبون بأكثر من ذلك. اليوم المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي هو أو يعني وضع خارطة الطريق أمام الشعب الإيراني. كان لديه خطاب موجه للشعب الإيراني، وقال بأن وحدد من هو العدو، واستثنى كل دول المنطقة والأنظمة السياسية في المنطقة من العداوة لإيران، وقال بأن هؤلاء ليسوا أعداء لإيران، إلا اللهم إذا تصرفوا بتصرف يضر بالمصلحة الإيرانية، وإنما شدد أنه العدو هو الولايات المتحدة والدول الغربية وما أسماه بالاستكبار العالمي. طيب دكتور محمد، نعم دكتور محمد، إلى أي مدى تتفق مع ما يراه مراقبون يعني بأن رشقة الصواريخ الإيرانية تمت يعني بتفاهمات لإخراج إيران من مأزقها؟ هنا سؤالي تحديدا. أنا لا أميل إلى هذه النظرة، لأن ربما هناك مصالح للجانبين، لكني لا أعتقد، لأن سمعت حديثا كثيرا يقول من أطراف متعددة في الإقليم، طبعا هذه الأطراف تقول بأن هناك تفاهمات مع الجانب الأمريكي. أنا لا أعتقد ذلك، لأنه إذا كانت هناك تفاهمات هناك قضية مهمة جدا، وهو استهداف قاعدة عسكرية أمريكية. ما سمعناه من الرئيس ترامب عندما تحدث قبل ساعات كان خطابا فيه الكثير من الليونة، لم يأتي إلى ذكر المنظومة الصاروخية الإيرانية، هو أشاد بالشعب الإيراني، هو قال بأن يجب أن نتحول للمفاوضات، وبالتالي هو لم يأتي بأهمية أو رمزية أن تنطلق صواريخ أرض أرض من داخل الحدود الإيرانية إلى داخل حدود دولة أخرى وتقصف قاعدة عسكرية أمريكية. هو قلل من أهمية ذلك بكثير. وأنا أعتقد بأن إذا كانت هناك تفاهمات لم يتصرف بهذا التصرف، لأن هذا التصرف صب في مصلحة إيران ولا يصب في مصلحة مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. نعم، أنتقل إلى ضيفي من بغداد الدكتور ياسين البكري. دكتور ياسين أهلا بك من جديد. دكتور ياسين، إلى أي مدى أظهرت هذه الأزمة الانقسام داخل المؤسسات في العراق، داخل مؤسسات الدولة؟ شكرا جزيلا. قبل الإجابة على هذا السؤال، يعني في تصوري أنه قضية مهمة الحديث عن 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 مسألة أنه الرد الإيراني، مدى الرد الإيراني والكيفية وانعكاساتها، وممكن أنه هنا يربط في قضية الانقسامات العراقية. منذ ليلة الاغتيال اللي حدثت في بغداد لسليماني وأبو مهدي المهندس، كنا نتحدث عن قضية أساسية، أنه إيران دولة تمتلك عقلانية عالية وتمر بظروف صعبة، وبالتالي هي لن تذهب إلى أن يكون الرد عالي المستوى. الرد كان محسوما منذ الليلة الأولى، يعني شخصيا تحدثت أنه الرد الإيراني سيكون، لابد أن يكون هناك رد، لن تمضي القضية دون رد إيراني. لكن الإشكالية أو المهم في هذه المسألة هو الكيفية التي سيتم فيها الرد. هل هذه الكيفية بمستوى عالي ممكن أنه تسمح للرئيس الأمريكي ترامب والإدارة الأمريكية في أن يكون هناك ردا مقابلا أكثر شدة وتصعيدا، وبالتالي ممكن أنه ندخل في قضية أنه التفاعل المتسلسل في قضية الرد والرد المقابل. الذي جرى اليوم يعني في قضية أنه عين الأسد، أعتقد أنه أكدت هذه الفرضية، أنه الرد الإيراني أتى لتحقيق إرضاء معين للشعب الإيراني، وكنا شاهدنا قضية أنه التظاهرات. يعني دكتور ياسين، أنت تتحدث أن الرد الإيراني جاء لعقد تفاهمات مستقبلا، لكن أعود بسؤالي هنا، إلى أي مدى هذه الأزمة بيّنت أن مؤسسات الدولة العراقية يوجد بها انقسام؟
يعني تلاحظ معي تاريخ الوضع العراقي منذ 2003 لحد الآن، في أبسط أمور أنه هناك انقسام موجود في الساحة العراقية، إذا كان على المستوى السياسي والذي انعكس في مرحلة أخرى على المستوى الاجتماعي العراقي، ونلاحظ أنه هناك انقسام في مسائل أبسط. واضح جدا أن هناك انقسام كبير في قضية أنه قضية الرد واستخدام العراق كساحة لتصفية الحسابات ما بين إيران وما بين أمريكا. هناك أطراف يعني واضح جدا، وتحديدا في مسألة أنه قبل يومين ثلاثة البرلمان العراقي عندما كانت هناك يعني قرار لطرد أو إجبار أمريكا على سحب قواتها، واضح جدا من خلال تداعيات هذه المسألة ومشاهد هذه الجلسة أن هناك انقسام، لأنه طرف معين أساسي في المعادلة العراقية التي بنيت على ثلاث أطراف توافقية تمثل المكونات العراقية هي التي أكدت. نعم أكوان. أسمعك سيد. نعم أسمعك دكتور ياسين، تفضل. اللي أكدت أن نعم طرف واحد هو الذي أكد أنه بضرورة أنه يجب أن ينسحب العراق أمريكا من العراق، لكن هناك طرفين أساسيين أيضا يكملان المثلث العراقي التوافقي وهما الطرف الكردي والسني لم يكونا ضمن هذا المجال. نعم. ومن ثم نستطيع أن نستنتج أنه الانقسام العراقي واضح جدا، وإذا ذهبت بالاتجاه الانقسام على المستوى الاجتماعي في هذه اللحظة، لاحظ وسائل التواصل الاجتماعي وطريقة التعبير عن ما جرى. نعم وصلت الفكرة. دكتور ياسين في سؤال آخر. دكتور ياسين، يعني حسب وزير الخارجية الإيراني فإن الرد الإيراني انتهى، لكن إلى أي مدى انتهى رد الحشد الشعبي في العراق وفصائله، خاصة على مقتل أبو مهدي المهندس؟ يعني خلينا نميز بين قضيتين، الحشد الشعبي كمؤسسة تابعة للدولة، وما بين بعض الفصائل. يعني أعتقد أنه اليوم كان هناك تصريح مهم بالنسبة، يعني دعنا نتحدث عن الفصائل التي توعدت الوجود الأمريكي في العراق. أنا أتحدث عنها تحديدا. نعم. في ما ذكرت أنه أذكر تحديدا تصريح الشيخ قيس الخزعلي يتحدث أنه الضربة الإيرانية أتت، ولكن هناك ضربة عراقية أيضا لثأرا لأبو مهدي المهندس. أعتقد أنه هناك اشتباك وصعبة وضبابية في هذه المسألة من جهة معينة، أنه اليوم الدولة العراقية صعب أنه تضبط حركة أو ردة فعل أي جهة من هذه الجهات المسلحة، وتحديدا مثلا كتائب حزب الله وأيضا العصائب، هذه المسألة محسومة. لكن من جهة أخرى أيضا ممكن أنه نفهم إذا كان هناك قرارا إيرانيا بأنه ألا تذهب الأمور باتجاه التصعيد، وممكن أنه نستثمر القضية قضية أنه ما جرى خلال هذا الأسبوع باتجاه الحصول على مكاسب إيرانية في ظرف إيراني صعب، ممكن أنه هذه الفصائل وهذه الجماعات ممكن أنه تصعد كلاميا، لكن مو بالضرورة أنه ستذهب. يعني هل يعني دكتور ياسين، يعني برأيك ستكتفي بالرد الإيراني، هذه الفصائل ستكتفي بالرد الإيراني؟ أنتقل إلى ضيفي من واشنطن، انضم معنا الآن أستاذ. نعم. معنا من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية في جامعة واشنطن الدكتور إدموند غريب. أهلا بك دكتور إدموند. دكتور إدموند، يعني إلى أي مدى يعتبر خطاب الرئيس ترامب قبل ساعات الفصل الأخير في مسلسل التصعيد الأمريكي الإيراني؟ يبدو أن ما نراه وما رأيناه حتى الآن هو فيلم أمريكي طويل إلى حد ما، أو فيلم أمريكي إيراني طويل. هناك كانت مراحل مختلفة مرت بها هذه العلاقة الأمريكية الإيرانية، كان ذلك انقلاب مصدق إلى أخذ الرهائن في 1979، ويبدو أن الطرفين لم ينسيا هذا الأمر. والأمر الآخر، الرئيس ترامب قال ب 52 هدفا في الأذهان، أن 52 رهينة أمريكية كانوا في إيران، وبالتالي فأن هذا الصراع، هذا السجال هو
كان فيه أيضا مراحل مر فيها تعاون بين البلدين، إن كان ذلك في أفغانستان أو في العراق، ثم رأينا هذا الصراع. السؤال هو إلى أين ستصل هذا الفيلم أو هذا الصراع الذي نراه الآن؟ أعتقد أن لا تزال هناك رغبة من قبل الإيرانيين والأمريكيين في تفادي مواجهة مباشرة بينهما، ولكن طرفين يريدان يعتقدان بأن هناك مناورات وتكتيكات كثيرة، ويحاولان بناء تحالفاتهم ويحاولان تعزيز مواقعهم. وللأسف أن الكثير من هذا أن الصراع العراق هو الذي دفع الثمن، والعراقيون هم الذين يدفعوا الثمن. الاعتقاد الآن أنه حدث هناك كما رأينا ليلة أمس بعد الهجوم الإيراني، الرئيس الأمريكي قال بأن يبدو أن كل شيء على ما يرام، كل الأمور على ما يرام، بمعنى أنه لم تكن هناك خسائر بشرية. في نفس اليوم مثلا سمعنا أيضا وسمعنا ليلة أمس من وزير الخارجية الإيراني بأن إذا لم تكن هناك هجمات أمريكية جديدة على إيران فأن إيران لن تقوم بهجمات جديدة. إذن معناها أن هناك ضغوط أيضا على الطرفين لتهدئة الأمور. كانت هناك الكثير من التحركات الداخلية في الولايات المتحدة، وطبعا لا أتحدث هنا عن إيران لأنه قد يكون هناك، طبعا رأينا ما حدث خلال الأسابيع الماضية من مظاهرات وغير ذلك. وفي نفس الوقت هناك تحركات دولية، أطراف دولية قلقة من احتمالات تصعيد المواجهة إلى حرب مفتوحة، لأن أطراف كثيرة إقليمية قد تتحدث. دكتور أدموند، يعني برأيك أنت تتحدث عن سيناريو أن المرحلة القادمة ستتجه نحو التفاهمات، يعني سيكون هناك تفاهمات بين الولايات المتحدة وأيضا إيران، يعني لحل هذه المشكلة مستقبلا في المنطقة. أعتقد أننا سنرى محاولات للتوصل إلى تفاهمات، وهذه طبعا ستواجه تحديات كبيرة لأن هناك تعقيدات لهذه الأزمة، هناك أطراف كثيرة داخلة على الخط، بالإضافة إلى ذلك أعتقد أن هناك نعم سؤالي هنا تحديدا دكتور أدموند، يعني ألا تخشى واشنطن يعني من ردود فعل قد تتخذها أذرع إيران في المنطقة مستقبلا؟ موقفه وضربته لقاسم سليماني ولأبو مهدي المهندس بترحيب كبير لأنهم يعتبرون إرهابيين، ولكن كانت هناك أطراف أخرى بعضها من الإدارة السابقة على لسان سوزان رايس مثلا مستشارة شؤون الأمن القومي التي انتقدت وبحدة موقف الرئيس الأمريكي، وكذلك من نانسي بيلوسي تقول نريد أن نصلي للسلام، ولكنها أيضا ترغب في تمرير مشروع قانون يقيد قدرة الرئيس على شن الحروب بدون العودة إلى الكونغرس. إذن المسألة لا تزال تواجه الكثير من التعقيدات، وفوق ذلك كله هناك أزمة ثقة بين إيران وبين الولايات المتحدة بالقيادات على الجانبين، وحتى إذا لم نكن نرغب حديث عن وجود ثقة بين الشعبين. جيد، نعم ابقى معي دكتور أدموند، ولكن هناك أيضا مصالح في عدم الدخول في مواجهة مباشرة، لذلك سنرى محاولات جديدة. نعم وصلت الفكرة دكتور أدموند. نعم في كلمته اليوم أن الرابع الاقتصادي هو دكتور أدموند، هل تسمعني؟ لدى الولايات المتحدة. نعم، أنتقل إلى ضيفي من طهران من جديد الدكتور محمد صديقيان. دكتور محمد، يعني ترامب لربما فتح ذراعيه لعملية سلام، يعني للسلام في المنطقة، إلى أي مدى إيران ستعتبر ذلك فرصة لربما لإعادة يعني رسم علاقتها مع واشنطن مستقبلا؟ يعني أنا أعتقد بأن إيران ربما لا تمانع من فتح باب حوار جديد، لكن بالتأكيد كما قلت باب الحوار الجديد أو الحوار الجديد سوف لن يستند على قواعد التي كانت سابقا، وبالتالي هناك قواعد جديدة لهذه اللعبة. إيران عندما تقول بأن ردها سوف يكون استراتيجيا، وهذه الاستراتيجية تسير باتجاه استهداف القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، أنا أعتقد بأن المفاوضات الجديدة بالتأكيد سوف لن تقبل ببحث نقطتين أساسيتين.
ترامب يريد مناقشة المنظومة الصاروخية الإيرانية، ويريد مناقشة النفوذ الإيراني في المنطقة. إيران بعد قاسم سليماني سوف لن تسمح بمناقشة هذين الملفين. بالنسبة للولايات المتحدة، ترامب، الكثير من المسؤولين الأمريكيين وحتى الأوروبيين أيضا وحتى الفرنسيين تحديدا قال، والبريطانيين أيضا، يعني بولسون وزير رئيس الوزراء البريطاني أيضا قال ذلك، بوريس جونسون نعم، قال بأن ترامب يريد أن يسجل شيء باسمه. يعني حتى لو هذا الاتفاق النووي الذي وقعه أوباما لو يعاد صياغته بشكل آخر ويسمى باسم اتفاق ترامب، أنا أعتقد بأن هذا يكفي الرئيس ترامب. ترامب يريد أن يسجل هذا الاتفاق وكل الاتفاقات مع الدول الخارجية، يريدها أن تسجل باسمه. هذه نقطة في غاية الأهمية. وبالتالي أنا أعتقد بأنه هناك نقطة مهمة، نقطة أنه هناك رغبة صادقة في إزالة العقوبات، هذه نقطة واحدة. النقطة الثانية عدم تطرق المفاوضات للمنظومة الصاروخية الإيرانية ولما يسمى بالنفوذ الإيراني في المنطقة. هذه النقاط الثلاثة أنا أعتقدها مهمة، وبالتالي يعني هذه عالم السياسة، الكل يبحث عن مصالح، وبالتالي نعم. المصالح تكون في يوم ما من خلال صواريخ وطائرات وقتل واغتيال، والسياسة وفي مجال آخر تعني المفاوضات، طاولة مفاوضات ومباحثات والتوصل إلى تفاهمات. أنا أعتقد بأن إيران مفتوحة إلى كافة الخيارات، لكن يجب أن تكون هذه الخيارات تتناسب مع المصالح الإيرانية، خصوصا بعد مقتل قاسم سليماني. جيد، لكن دكتور محمد، يعني برأيك إلى أي مدى ممكن أن يغير ذلك التصعيد الذي حدث في الأيام الماضية من سياسة إيران في المنطقة، وخصوصا في المناطق التي يعني نفوذ إيران فيها كبير؟ أنا لا أعتقد بأنه بعد اغتيال قاسم سليماني نعم سوف تغير إيران من سياستها في منطقة الشرق الأوسط. أنا أعتقد بأن هناك، نحن مقبلون على تشدد إيراني في هذه المنطقة، وبالتالي الإيرانيون عندما يقولون بأن استراتيجيتهم سوف، يعني الاستراتيجية العسكرية، الاستراتيجية الأمنية، الاستراتيجية السياسية، عندما تستند على قاعدة إنهاء الوجود الأمريكي العسكري في المنطقة، أنا أعتقد بأن هذا الأمر يعني هناك تشدد كبير، ولا أعتقد بأن هناك مرونة في ما يسمى بالنفوذ الإيراني، نعم. مرونة في دعم المحور الذي تتزعمه إيران وهو محور المقاومة، والآن يبدو لي بأن هذا المحور يطالب إيران برد فعل أكبر من ضربة أو القصف الصاروخي إلى قاعدتي عين الأسد نعم. وأربيل. نعم دكتور محمد، يعني نعتذر منكم ومن ضيوفي أيضا لأن الوقت انتهى لهذا الملف. إذن ضيفي من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيفي من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ياسين البكري، وأيضا من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية في جامعة واشنطن الدكتور إدموند غريب، شكرا جزيلا لكم جميعا.